العمل في مكان يباع فيه الخمر، حكم العمل فيه هو الأصل في المسلم أن يطيب مطعمه وأن يتورع في هذا كله. ففرق بين أن يعمل في محل يبيع صاحبه فيه الخمر والعامل هذا ليس له ولا عليه شيء من الخمر، يعني في فرق بين محل كل مبيعه خمر بالتالي كل عمل فيه حرام، ولو كنت حارسا ولو كنت منظفا. أما إذا دخل في البيع خمر، يعني ويبيع اللحمة حلالا والخبز والثياب ويبيع مما يبيع خمرا، هذه إثمها على البائع. فلو كان العامل على قسم الطعام الحلال أو على الثياب أو على متاع البيت مما أحل الله فلا شيء عليه، ولو استطاع أن يجد محلا لا شبهة فيه كان خيرا له، إنما إثمه على البائع. أنا فصلت في هذا، واضح أخي؟